نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022. كما كشف التقرير عن تحقيق التضخم العام للحضر على أساس شهري معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل سالب 0.1% في يونيو 2022 مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022 و 3.3% في إبريل 2022.